ما حكم التخشب؟ بعض من الناس الواحد يكون جالسا في المنزل لوحده وممنوع يدخل عليه أي إنسان لمدة 8 أيام ولم يأكل إلا قرص أو قراص كما كتب، ولم يأكل غير القراص، يمنع نفسه من كل الأشياء ويقول عليه التخشب، فما حكم ذلك في دون؟ جزاكم الله خيرا. هذا من البدع المحرم، ولا يجب للإنسان أن ينعزل في البيت ويترك صلاة الجماعة ويترك الجلوس مع الناس ويعتبر هذا من العبادة، سواء سماه تخشبا أو غير ذلك، هذا لا يجوز وليس هو من هدي الإسلام. الإسلام طلب منا أن نخرج للصلاة وأن نخرج لطلب الرزق وطلب العلم وأن نجالس المسلمين وأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر وندعو إلى الله ونخالط الناس ولا ننعزل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.